يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من ينكر صفة من صفات الله سبحانه، نعم، من ينكر صفة من صفات الله سبحانه هل يعد كافرا كمن يقول إن الله سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر أو أن الله في كل مكان؟ أما اللي يقول إن الله في كل مكان لا شك في كفره، هذا كافر. أما اللي أول الصفات هذا ذكرنا لكم عدة مرات، إن كان عالما بالخطأ، عالما هذا الكلام خطأ ولكنه لم يرتدع عنه ولم يتركه، هذا كافر لأنه لا عذر له. أما إن كان مقلدا لغيره، إن كان مقلدا لغيره فهذا يعذر، هذا يسمى ضال ويعذر ما يكفر، بل يقال هذا ضلال، نعم، لأنه مقلد، نعم، والأغلب منهم أنهم مقلدون بعضهم لبعض، نعم.